تدري الأزمة اللي صايرة أبو سعود، فالرجل لما يسأل عن هذا الأمر ويكون يعني بعد الخسارة مو مثل بعض المتشمتين المتسلقين أصحاب المصالح صراحة في بعض القنوات اليوم معلومة للبعض أو للكل، ترى اليوم إذا صار بخلاف بين إخوان أشقاء خليجيين بكرة بيردون قصبا عليكم إن شاء الله بيردون أكيد أكيد. لكن يجي واحد من برا ما يسوى ويتشمت مو بس يا أخي انقذ المنتخب السعودي ما فيها شيء، انقذ الكل ينقذ انقذ أكبر مسؤول بس لا تسيء، لكن لساءة مرفوضة والله إني أضايق، أنا أضايق قبل من أمور وما زلت. اليوم لما يخسر المنتخب السعودي يقولون عنه البعض المتسلقين المأجورين اللي ما يسوون، يروح يتكلم عن المنتخب السعودي وعلى مسؤولينه وعلى لاعبينه بكلام ما ينقال، كلام جارح، فهذا مو كفو ولا يقدرون. ترى البعض ما يقول، البعض يقول انسى والله يا ابو اللي يقول كذي يقول له اوصل مواصيله، لا منتخب يوصل 5 مرات كاس العالم هذا انجاز للعرب بعد وصل ويجرح. يعني احيانا التضايق من التجريح، اليوم وين وصلنا لاي مرحله وصلنا؟ انا امس اتابع بوتريكا اول تمس يعني بالحلال كان متحفظ، هو يدري انه في ازمه وفي مشكله حاولوا، ها لكن ما انت متحفظ. الحين دزوا لي صوره لابس كرافته خضراء يقول متعاطف مع المنتخب السعودي. شوف بوتريكا واخلاقه، وشوف الثاني اللي من للاسف من ابناء جلدته اللي ما هو كفو تقدير ولا احترام صراحه. انا قبل كنت اقدره واحترمه والله، لكن مو كفو. اليوم لما تجرح والله قال كلام ما ينقال. منو ما ادري ايش اسمه، صادق ما ادري، شيء ما ينقال عن المنتخب السعودي ولا عن مسؤولين، وهذا عيب. طيب شنو لاعب سابق؟ طيب ما عندي وقت، راح تبدي المباراة، خليني اوريكم الفيديو.